نقل السلطة، مجلس انتقالي، جدل عنهما لا ينقطع في اليمن منذ أكثر من 3 أسابيع من مغادرة الرئيس علي عبدالله الصالح إلى الرياض لتلقي العلاج من هجوم في عقر داره. شباب الثورة خرجوا في مسيرة حاشدة جابت العاصمة تحت رايات متعددة، منها ما هو رافض لما وصفوه بمحاولة اختطاف السلطة من بقايا النظام، وأخرى للتنديد بالموقف الإقليمي والدولي الذي وصفوه بالمتواطئ. كما بعث أولئك الشباب بإشارات للرياض تدعوها للكشف عن حالة الرئيس وأركان نظامه المصابين، بل واعتبروا مرور أسابيع من التكتم بمثابة استمرار للمؤامرة على ثورتهم. ولم يقفلوا التأكيد مجددا أن ثورتهم لإسقاط النظام التي ناهزت 5 أشهر إنما انطلقت سلمية، وطالبوا المجتمع الدولي التفريق بين مفهومي الثورة والأزمة. هذا التصعيد واكبه مزيد من الجدل بشأن صحة الرئيس الغائب عن المشهد والأنظار، فسكرتيره الصحفي بدا واثقا من أن لحظة إطلالة الرئيس على مناصريه ومؤيديه قد أزفت ولم يتبقى لها سوى ساعات. الرئيس سيظهر على الملأ خلال 48 ساعة القادمة. رمز آخر من أركان السلطة يرفض أي محاولات لنقل السلطة قبل عودة صالح، واعتبر كلام سابقه مجرد أمنيات. لا نستطيع أن نتوقع متى سيخرج الرئيس ومتى سيظهر على وسائل الإعلام، لأن هذا القرار هو بيد الأطباء قبل أن يكون بيد السياسيين. الأخ أحمد الصوفي تكلم عن أمنية. وما بين ذلك الارتباك في الروايتين تبرز وفقا لمصادر صحفية رواية مستشار الرئيس السياسي الذي كان آخر الزائرين للرياض، والذي خرج بخلاصة مفادها أن عودة صالح إلى اليمن باتت مستبعدة والسبب وضعه الصحي الحرج. كما تعالت أصوات برلمانية لعقد جلسة طارئة لمعرفة مدى قدرة الرئيس على الحكم من عدمها، وإلا فإن الاحتكام للدستور هو الفيصل. توقعات ومطالبات تتزامن مع استمرار التحركات والضغوط الخارجية التي تقودها واشنطن ودول خليجية لملء الفراغ الذي تركه غياب صالح، والتي لا تزال ترى في مبادرة 5 دول خليجية المخرج المناسب للمأزق. وهي رؤية يلتقي معها أيضا اللقاء المشترك المعارض الذي يصر على نقل صلاحيات الرئيس إلى نائبه، وإلى أن يكشف الغطاء عن وضع صالح الصحي ويحسم معه ملف نقل السلطة تظل أنفاس اليمنيين محبوسة، خاصة أولئك المرابطين في الميادين والذين يرجون يوما يتحقق فيهم مبتغاهم بإسقاط النظام ومحاكمة رموزه، ومن ثم الولوج إلى مرحلة جديدة من تاريخهم.